شافات، تأليف تاتشيكاوا يوزورو. انتقلت أسرة جيمي لبيت جديد. كان جيمي في منتهى السعادة محاطا بكل ذلك الأثاث الجميل وكل تلك اللعب الكثيرة. في الخارج كان الثلج يتساقط. وقتها انتبه جيمي لفتاة مع جرو صغير تركض وتدور على الجليد، وعلى الفور وقع جيمي في حب الفتاة، فقد كانت تبتسم على نحو لطيف بشدة. استجمع جيمي شجاعته ثم نادى عليها. لاحظت الفتاة جيمي فلوحت له كما لو أنها تقول تعال تعال هنا. سر جيمي للغاية فبدأ بالركض ناحيتها، وعلى حين غرة سقط جيمي داخل الثلج. آي! بدأ جيمي بالبكاء متألما. حينها مدت الفتاة يدها من قمة الحفرة. لحظة أن رأى جيمي ابتسامتها اللطيفة نسي كل الألم بسرعة. قال جيمي للفتاة لنلعب معا، لكن الفتاة ابتسمت له فقط ولم تتمكن من الرد عليه، فهي لا تستطيع السماع بأذنها ولا تعرف الكلمات. جيمي أراد بطريقة ما أن يبلغها بمشاعره اتجاهها، لذلك قام جيمي بالجري والوقوع على الأرض واللهو بالثلج والضحك. والفتاة قامت بتقليد كل ما يفعله جيمي. جيمي كان فرحا للغاية، مع أن جيمي لم يعرف اسم الفتاة بعد، لكنه أيقن بأن كلاهما قطعا سينسجمان معا. في المساء أخبر جيمي أمه عما حدث. قالت له أمه أن اسم الفتاة هو تشافوت، وبينما هو يحتسي حليب الشوكولا الدافئ استمر يردد تشافوت 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 مرارا وتكرارا. يوما ما سأفصح عن مشاعري لها. قطع جيمي هذا الوعد لنجوم سماء الليل.